انا عندي خبر هايل. قول. ايه اللي في ايدك ده؟ قول لي الاول خبر وانا اقول لك ايه ده. طيب احنا اول شركه هنمسك الحسابات بتاعتها كلها شركه عمار للمقاولات. واو، شكلك كده هتبقى اشطر مني ومش هعرف اكلمك. ايه ده؟ دي بقى بدله انا اشتريتها على ذوقي عشان فرح نادي. ايه؟ ولا انا مش ينفع احضر الفرح. غلطان، انت لازم تروح، مش عشانها، عشان سامي. وتاني حاجة بقى، عشان انا رايحة ومش معقولة اروح لوحدي. انا لازم اروح وانا مش علاقة في ايدي اجمل راجل في اسكندرية. انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه؟ طب والله العظيم انت قمر، بس انت اللي مش عارف قيمة نفسك. ولا ايه ده، انت بتتكسف يا عماد؟ انت لازم تشوف نفسك صح، ولازم كمان كل الناس تشوفك صح. صدقني ده هيفرق معاك كتير قوي. طيب تسمحي لي انا كمان اشتري لك بدله الفرح؟ قصدي فستان الفرح. انسى، انا اشتريته من زمان، والله لنجنن الفرح كله. يعني سامي ولا عماد؟ انتي مجنونة؟ سامي طبعا، انتي بتحبي سامي. وبعدين عماد ده شخص ما يناسبكيش، هو حاجة وانتي حاجة تانية خالص. تعملي ايه يا نادية؟ ما عملش حاجة، زهقانة بس مش قادرة اتخانق. مش فكرة خناق دلوقتي، بابا وماما قاعدين برا وبيتكلموا في حاجة مهمة جدا. بابا برا؟ اه. حاجة مهمة ايه؟ ومن امتى في بينهم حاجة مهمة؟ بتسأليني انا؟ مش عرفني. طب حاسب كده؟ نادية بنتنا هتتجوز. اه مبروك. انا حولت لك مبلغ 50,000 جنيه على حسابك عشان جهازها. لكتر خيرك. انا اسف. أظن كفاية لحد كده. يا ريت، أنا تعبت. تحبي نرجع نعيش سوا ولا؟ لا مش هقدر، مش هقدر بعد كل اللي حصل بيننا ده. أنت عارف أنا بقالي كام سنة معاك وأنت مش معايا. إزاي أقدر أعيش معاك بعد ما كل حاجة اتكسرت؟ يمكن لو كنا اتطلقنا كنت قدرت ارجع لك، بس اتعمدت تكسرني وده اللي مش ممكن انساه ابدا. انا اسف على كل اللي حصل، بس الواضح كده ان الواحد ما بيعرفش حقيقه الحياه الا لما بيخسر كتير قوي. لسه هتتكلم؟ الكلام خلص والحياه خلصت. اعتبري نفسك من اللحظة دي طالق مني، وأنا هخرج من هنا أكمل بقية الإجراءات. أنا فرحي بكرة على فكرة، بس أنتوا عارفين كده؟ هو الجواز وحش قوي كده؟ قولولي عشان اعمل حسابي او اغير رايي كله من دلوقتي. حبيبتي احنا كنا كده ولا كده وعاد عن بعض، بس احنا كان لسه عندنا امل ترجعوا لبعض. انتوا عارفين انا كنت بفضل اقول ان انا اللي مش طايقه اشوفكم انتوا الاتنين عشان اقنع نفسي ان الامور طبيعيه واني مش محرومه من وجودكم مع بعض، بس رغم كل اللي حصل بينكم كان لسه عندي امل ترجعوا.
طب اتطلقها النهارده قبل فرحي بيوم واحد. ناديه يلا ننزل. هتهرب انت كمان يا امير؟ تعرف انا كنت بستحملك ليه؟ أصلاً كنت بشوف فيك بابا. شفت عمايلك وصلتنا لإيه؟ منك لله يا أخي، منك لله. مين؟ مش عارفة، شوفي كده من العين السحرية. دي دينا صاحبتك؟ دينا. أهلا يا حبيبتي. كيف كنت؟ الحمد لله، اتفضلي. في إيه مالك؟ مفيش، تعالي. أنا آسفة لو جاية من غير ميعاد، بس كنت عايزة أروح أقعد أتكلم مع ماما، وبعدين خفت ألاقيها بتسمعني كلام يكرهني في الدنيا أكتر ما أنا كرهاها، فقلت لازم أجي أقعد أتكلم معاكي. خير يا بنتي؟ إيه اللي حصل؟ حصلت حاجات كتير أوي. طب قلتي انا هقوم اعمل ليمون ونشرب الليمون ونهدى عشان عايزه اقعد اتكلم معاكم انتوا الاثنين. وناويه تعملي ايه بقى دلوقتي؟ مش عارفه. هدي الكلمه بقى اللي تودي في داهيه. مش عارفه. امال اللي كنت عارفه متاكده قبل ما تتجوزي؟ هتحافظي عليه وعلى بيتك، هتستحملي اي حاجه لانك انتي اللي اخترتي. ما كنتش فاكره ان الموضوع صعب قوي كده. مش مشكلته، مشكلتك انتي. قبل ما كنتي تاخدي القرار كان لازم تفكري كويس قوي اذا كنتي هتقدري تستحمليه ولا لا. كنت فاكره نفسي اقوى من كده. مش عبط بقى وكلام فارغ. هو كان متجوز من قبل ما انتي تتجوزيه، وكنتي عارفه كويس قوي ان هو بيحب مراته. اتجوزتيه بقى عشان بتحبيه، عشان خايفه من كلام الناس حواليكي، عشان مطلقه، عشان مش عايزه تعيشي لوحدك. المهم دلوقتي ان انتي تقفي قدام اي حاجه، تقفي قدام الريح، تصدي الموج، تدي ظهرك لاي مشكله، اي حاجه تخرب عليكي بيتك. بعدين سلمى ما هي مستوعبه الموقف. ايه احسن منك؟ اقوى منك؟ ماما عندها حق يا دين. وعندي حق برضو لما قلتلك ان طارق احسن، والاخر مره بقولها لك عشان يبقى كلامنا على نور. وانت حر في الاخر، لو عايزه تتجوزي يوسف هتعيشي معاه لاخر العمر، ما عنديش كلام تاني غير كده.